بس أول مرة أعزم ناس ما بحبهمش. أمين، أوعاك تنسى الوصية. بالك على صافي يا أحمد، هتسافر بالحتة الحنينة في قلبي، اوعى حد يضايقها. خلي بالك يا صافي، اوعى يا بنت تهملي في نفسك، ده انت نقطة ضعف ابوكي. قلت لا لا، ولو حد فيكم اتكشف هتباعه. انا عايز كتر ابوها لغايه لما تبعد. انا عايز صفاء في ايدي قبل ليله راس السنه، مفهوم؟ فارس. نعم. يبقى ارمي للواد المدمن ده الشيك بعد ما نرجع. ولا اقول لك اديله بيهم بضاعه او ايه كيف؟ اللي شفته تحت ده مش عايزاه يتكرر تاني. حاضر يا فندم. عايزين نعمل تشيك على البانكوت. حاضر. هي فين الروم؟ اهي يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا طول. كأنك يا بحر رملة صفرة، وكأن موجك جبل، كأنك مرصود بالجن، وكأني محكوم علي كيف النار تبقى تحت البحر، وكيف الرمل يخبي ملوك. عمي، أنا بعت الورد للمحافظ ولمدير الأمن. الأمريكاني جاي بعد ساعة. كله جاهز، مفيش حاجة هتمشي غير بإذن حضرتك. أولاد كريمة فين يا مهر؟ بعد بكيه ورد الاماني باسم ماهر. عاوز ثلاثة في الممر ده. حاضر. خمسة مصحصحين حوالين الحمام. حاضر.
جراله مرض كين. ماشي. من الاول حرس وقرف. انا بتخانق من الجو ده. مش قادر تقعدي معايا يومين ولا ايه؟ لا مش طايقه، انا عايزه ارجع. جنبي لغاية لما العروض تتمدي، فاهمة ولا مش فاهمة؟ أنا مش هينفع أسيب صحابي في رأس السنة. صحابي. ماشي، خليني في الفيديو هنا. ايه رأيك بقى في شطارة بنتك؟ عاوزك يتوضى بي حفلة تانية صغيرة أو خاصة برايفت. لكن يا بابا الاحتفال بليلة رأس السنة بعد ما نمضي العقود. اسمك ايه؟ أنا اسمي سامي حضرتك. تشتغل هنا؟ أيوة فندم. اتقلب من قدامي ما وش اشوف وشك هنا واصل.